يقول السائل: إخوة من الرضاعة ولهم إخوة أكبر منهم، فهل يجوز زواجهم بعضهم ببعض؟ نعم. يقول: إخوة من الرضاعة، أخوين، يعني أخوين من الرضاعة ولهما إخوة أكبر منهم، فهل يجوز زواج الإخوة الكبار بعضهم ببعض؟ اللي ما رضعوا لا بأس، اللي ما رضعوا لا بأس، لأنه ما يسري عليهم حكم الرضاع، إنما يسري حكم الرضاع على المرتضع وعلى ذريته، ولا يسري على إخوانه ولا على آبائه وأجداده. نعم. يقول السائل: ما حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ نعم، كصفوف الصلاة الفريضة تسوى الصفوف في صلاة الجنازة كما تسوى في صلاة الفريضة والنافلة. نعم.